السلام عليكم، تحية طيبة مشاهدينا. لماذا وقف تيار المداخل ضد ثورات الربيع العربي بينما دعم الثورات المضادة في البلاد العربية؟ ما هي العلاقة التي تربط التيار المدخلي بالثورة المضادة؟ كيف منحوا الانقلاب على الشرعية صفة الشرعية في الوقت الذي دعا فيه زعيمهم ربيع المدخلي إلى عدم دعم ثورات الربيع العربي تحت مبدأ خطورة إيقاظ الفتنة؟ وأسئلة كثيرة وشبهات حول هذا التيار نحاول التطرق إليها مع ضيوفنا الكرام في هذه التغطية، فأهلا بكم بعد التقرير. طوال فترة حكم معمر القذافي الطويلة لم تكن ثمة منافذ للحريات الدينية أو السياسية في الفضاء الليبي، واستطاع القذافي بذلك أن يقضي على كل الحركات والتيارات الثقافية ليشكل بذلك نظاما واحدا يعبر عن فكره وتصوراته. ومع إحكام القبضة الأمنية جففت الساحة الليبية من التيار الإسلامي بشكل شبه تام، وهو ما أجبر مكونات التيار على الانغلاق على نفسها. ثم انطلقت حملة استيعاب التيار المدخلي لصالح الدولة التي قادها الساعد القذافي في إطار توزيع القذافي لأدوار اللعبة بين أبنائه، فقد كان التيار المدخلي داعما بقوة للقذافي مع انطلاق ثورة فبراير، وعارض الثورة وأفتت رموزه بتحريم المشاركة فيها، واستصدر بعضهم فتوى بلزوم البيت وتحريم الخروج على الحاكم، منها الفتوى التي بثها مجدي حفالة عبر القنوات التابعة للنظام، وهو ذاته الذي تغير موقفه عقب انتصار الثورة ليخرج في تسجيل صوتي لاحق مصرحا أنه أفتى بتحريم الخروج على القذافي تحت التهديد. لم تشكل انتكاسة الثورة عائقا أمام تمدد المداخلة الفعلي على الأرض، ورغم أن المداخلة كانوا منبوذين شعبيا في أغلب مناطق ليبيا، لكنهم استفادوا من مكسب الحرية الذي أتاحته الثورة، حيث بدأوا في افتتاح مكتبات خاصة ومدارس ابتدائية ومعاهد شرعية، الأمر الذي مثل حالة دينية غريبة ودخيلة على المشهد الديني الليبي الذي يغلب عليه التمذهب المالكي والتصوف. فلم ينخرط السلفيون في العملية السياسية، بل عارضوها وقاطعوا الانتخابات، فهم يعتبرون العمل السياسي كفرا ولا يجوز الانخراط فيه. ولكن عقب نضوج الثورة المضادة أصبح التيار المدخلي فاعلا مسلحا مع تدشين عملية الكرامة، وصار حفتر في نظرهم وليا للأمر تجب له السمع والطاعة والقتال تحت رايته. ففي عام 2016 أصدر ربيع المدخلي فتوى شجعت أتباعه على الانضمام إلى صفوف حفتر، وعلى الرغم من حظوة هؤلاء المقاتلين لدى حفتر فقد سببوا له إحراجات متكررة بسبب ممارساتهم المتزمتة المتعارضة مع ما يعلنه حفتر من قيم علمانية. والجدير بالذكر أن هذا التيار ليس تيارا محليا مستقلا، ففي مصر مثلا دعم التيار الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي رحمه الله، وشارك في الانتخابات على الرغم من ادعاء تحريمها. فهل ستستمر حالة الود بين الطرفين طويلة، أم أن تحالفهما ظرفي ضد عدو مشترك؟ أهلا بكم مشاهدينا بعد هذا التقرير. نبدأ حوارنا حول وقوف المداخل مع الثورات المضادة وضد ثورات الربيع العربي. أرحب بضيفي معنا في الحلقة عبر استديوهاتنا من طرابلس الدكتور يوسف البخري المحلل السياسي. مساء الخير دكتور يوسف. وأيضا الشيخ حسن الحسن الكتاني رئيس رابطة علماء المغرب الإسلامي عبر سكايب من الرباط. شيخ حسن السلام عليكم. إذا بدأت معك شيخنا، تيار المداخل ينادي دائما بنشر المذهب السلف واتباعه ويحذر من المخالفين، في المقابل دعموا أصحاب الثورات المضادة الذين ليسوا على منهجهم أصلا وليس لهم سابقة لنصرة الإسلام، كيف ترى ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالحقيقة أن هذا التيار منذ نشأته في الجزيرة العربية، نعم. وهو مختص في مساندة أي ظالم، ومواجهة أي مصلح. مع الأسف هذا التيار يرفع شعارات براقة كبرى، ولكن عند التحقيق نرى أنها لا تتحقق على أرض الواقع. فهم دائما خنجر مسموم في جنب أي مصلح أو أي حركة إسلامية صالحة مصلحة، كما أنهم حصان طروادة يركب عليه أي ظالم أو طاغية. والغريب أن هؤلاء مع كونهم ينادون بطاعة ولاة الأمور، فإنهم يهاجمون من يمكن أن يسموا ولاة أمور في بلدان أخرى، إذا كان من ينصرونه ويؤيدونه معاديا لهم. فهم في واقع الأمر لا ينصرون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينصرون منهج السلف الصالح، إنما ينصرون من ينصره ولي أمرهم الذي قد يكون في الشرق أو في الغرب، لكنه في جميع الأحوال لا يكون من أهل الاستقامة والحق. نعم دكتور يوسف، في حين أن المداخل يكفرون الديمقراطية ويمنعون المشاركة في الانتخابات، لكنهم يقفون في نفس الوقت مع من جاء بالسلاح بحجة أنه متغلب، كيف ترى ذلك؟ أبد أن تحية طيبة لك ولضيفك ولمشاهديك الكرام. حقيقة المداخل كمدرسة هي مدرسة النشاز، يعني مدرسة لا يمكن أن تتطابق مع جوهر العقيدة، مع مضامينها، مع مقاصد الشريعة. الإسلام بدءا جاء لإرساء قيمة العدل، السماء رفعها ووضع الميزان منذ اللحظات الأولى، قيمة العدل، القسط، تأسيس مجتمع العدل، تلك هي قيم الإسلام. أن تأتي مدرسة من داخل الإسلام وأن توالي الجبابرة والطواغيت هي في جوهرها على النقيض في حقيقة الأمر من العقيدة، على النقيض من شرائع السماء مطلقا. كل الأنبياء في حقيقة الأمر جاءوا لإرساء هذه القيمة، بدءا من التوحيد. ما هو التوحيد؟ التوحيد هو ضد الشرك، والشرك ظلم عظيم، رفع الظلم مطلقا، ذلك هو جوهر الأديان مطلقا، والإسلام على رأسها. عندما تأتي مدرسة ومن داخل الإسلام توالي الجبابرة والطواغيت، بأي صفة نستطيع أن نقول أن هذه المدرسة تنتسب إلى هذه العقيدة؟ مدرسة تؤول النص لصالح فرعون، بل من أن تؤول النص لصالح موسى، تقوم بتأويل النص لصالح فرعون. نحن حقيقة ما نراه من هكذا مدارس هي حالة النشاز، حالة من الطبيعي أن تسقط في تناقضات، من الطبيعي أن تكفر الديمقراطية وأن تكفر الأحزاب وأن تبدع الجماعات، ثم تنتهي في ذات الوقت إلى تأسيس حزب وأن تحاول أن تلتحق بالعملية الانتخابية وأن توالي الجبابرة على النقيض من الديمقراطية تحت مفهوم الحاكم المتغلب. حقيقة هي جملة من المفاهيم أتت على أساس من مغالطات ابتعدت حقيقة عن جوهر العقيدة، وتكمن الأزمة الحقيقة أزمة منهجية. يعني بمعنى أن هذه المدرسة إذا ما قورنت بمدارس الإسلام مطلقا نجد أن لديها منهجية عشوائية. مدارس الإسلام التاريخية كلها لديها منهجية علمية، حال حتى في قراءتها للنص لا تقفز على الحديث ولا تقفز على قراءات مشوهة للنصوص، تخرج بأحكام وتصف نفسها بأنها تمثل أهل الحديث. مناهج الإسلام متعددة، قامت على أساس من قراءات متعددة، قامت على أساس من معايير، وهذا ما ميز حقيقة مدارس الإسلام التاريخية عن هذه المدرسة النشاز. وأنا أريد هنا أن أشير إلى نقطة، أن المدرسة المدخلية حقيقة جاءت في نطاق ادعاء لما يسمى بالسلف الصالح، أو مدرسة تنتمي السلفية بادعاء السلف. السلف لا أحد يستطيع أن يحتكر مفهوم السلف الصالح، كل المدارس، كل الأئمة هم
سلف صالح، كلهم استقوا من ذات النبع واستقوا من ذات الكتاب واستقوا من ذات المنهج. بأي حق أن تستقي أنت أو أن تحتكر هذا المفهوم وتدعي أنك تجسيد لذلك السلف الصالح في ذات الوقت تأتي بأحكام هي على الضد من ذلك السلف ومن منهجهم ومن سعيهم لنشر العقيدة والذي هو في حقيقته يعني حالة الأنبياء. نعم، حالة الأنبياء هي حالة خروج في حقيقة الأمر. نعم، ممكن. نعم. طيب شيخ حسن، كيف يمكن برأيك مواجهة هذا التيار بعد انتشارهم انتشارا كبيرا في الأمة الإسلامية؟ هو الحقيقة هذا التيار يعني ينتشر في المواقع التي يراد له الانتشار فيها بتغييب العلماء الربانيين، فلذلك ينتشر بين الجهال وبين المبتدئين وما إلى ذلك، وحله هو نشر العلم والمعرفة وتقوية ذلك، هذا هو الحل الوحيد مع هذا التيار. لكن حقيقة في ليبيا يعني ظهر أمر جديد في هذا التيار، وهو أنه لم يكتفي بالعنف اللفظي، إنما وصل الأمر إلى حمل السلاح والقتال مع الطغاة والمجرمين، وهذه مصيبة كبيرة، هذه لم تظهر إلا في ليبيا في واقع الأمر. هذا التيار في واقع يعني كان يدعي أنه يبتعد عن الفتن، لكن في ليبيا ظهر منه هذا الأمر الغريب وظهر عنفه وشدته، فأصبح لونا آخر أو وجها آخر من الدواعش في واقع الأمر. نعم دكتور يوسف، يعني لماذا يدعم التيار الانقلابات تحديدا؟ يعني هم كما قلت جملة من المتناقضات ومن البديهي أن يقعوا في التناقضات، لكن هناك علامة تميزهم في كل البلاد العربية أنهم يدعمون الانقلاب على أنه الحاكم المتغلب، في حين أنهم مثلا وقفوا ضد مرسي في مصر مع أنه رئيس شرعي منتخب باختيار الشعب. هذا دليل حقيقة على فداحة التناقضات لديهم، بمعنى يعني الرئيس الذي مثل في لحظة ما إرادة وطنية وجاء تعبيرا حقيقة عن التئام الأمة وقبلت به كل الأطراف بحكم أنه جاء عبر عملية ديمقراطية نزيهة بغض النظر عن انتمائه لجماعة الإخوان أو المآخذ القائمة على الجماعة، هو حالة ديمقراطية شرعية جاءت تلبية لإرادة الأمة في إطار من التوازن السياسي. الإشكالية لدى هذه الجماعة حقيقة واضح أنها ليست ضد الظلم في ذاته أو ضد الاستبداد، بل هي في حقيقة الأمر حالة من التفرقة، بمعنى هي قضيتها الجماعات الأخرى، ما دام حركات الإسلام الأخرى هي على الضفة الأخرى هي على ضدهم. يعني بمعنى آخر، أحد الأسباب الرئيسية التي أولت بها موقفها الداعم للانقلابي المجرم حفتر أن الآخرون هم الدواعش، أنهم الخوارج. من هذا المنطلق رفضها لكل التفسيرات الإسلامية الأخرى هو الذي دفعها يعني انتهى بها إلى أن تنتهي في أحضان الاستبداد وأحضان المشاريع الانقلابية. وهذا يطرح نقطة أخرى هي قضية والتي انطلقنا منها من قضية تفسيرهم لمفهوم السلف، احتكار هذا المفهوم وبالتالي احتكار الشرعية وعدم القدرة على خلق التنوع في الحالة الإسلامية، بمعنى أن قراءتنا هي الحق، ما عداها إن لم يكن كفرا فهو بدعة وضلالة. وبالتالي هذه المنهجية منهجية متطرفة، منهجية عاجزة على إدراك تعدد المناهج في قراءة النص، حتى على مستوى العقيدة، حتى عندما نقول هذه الأشاعرة الماتريدية الأبضية هي مناهج في حقيقة الأمر، وحتى القضايا التي اختلف فيها المسلمون الأوائل في العقيدة وإن كانت هي في العقيدة بحكم من منظور معرفي ولكنها من منظور معياري لا تخرج الناس من العقيدة، هي قراءات في النص اعتمدت اللغة، اعتمدت الكتاب، اعتمدت الحديث متى أمكن، هل هو أحاد، هل هو متواتر، ولكن كلها في حقيقة الأمر هي مناهج لمقاربة النص. في اللحظة التي
تتحول مدرسة إلى مدرسة مطلقة وتخرج من النسبي، نحن نتحدث عن التطرف. ولذلك عداؤها الحقيقي ليس للطغاة، ليس للعلمانية، بل عداؤها الحقيقي للمدارس الإسلامية الأخرى التي تناهضها الشرعية، التي تناهضها في منهجها وتنتقد حقيقة مقاربتها وتفكك تلك المقاربة. فهذه مدرسة من الطبيعي أن تقع في هذه التناقضات، ولكن ما يجب إدراكه كما ذكر الشيخ الكريم من المغرب أنه حقيقة هي الوجه الآخر لداعش. إذا كان داعش تطرفت في مفهوم الخروج، هم تطرفوا في مفهوم السكون، والخروج بالنسبة لهم مطلقا أضحى فتنة. وهذه قراءة حقيقة ساذجة، وقراءة حقيقة لا ترتكز على قراءة واقعية للنص. ومن هذا المنطلق انتهى بهم الأمر إلى أن أصبحوا سدنة الطواغيت وسدنة الجبابرة وسدنة الظلم في الوقت. وهذه إشكالية أخرى سأضيفها بشكل سريع. الإنسانية اليوم، مطلق الإنسان، كلها تتسارع نحو تأسيس مجتمعات العدل، بغض النظر عن رؤيتها لهذا العدل. تؤسس في مجتمعات الحقوق، مجتمعات الحرية. هذا الإنسان مطلقا، نحن في عالم الإسلام والذي جاء تأسيسا لقيمة العدل، تأتي مدرسة من داخل هذا النص وتناقض حركة الإنسان، مطلق الإنسان. دع عنك حركة الإسلام لتأسيس العدل. وهذا يوضح حقيقة فداحت هذه المدرسة ومدى كارثيتها. نعم. شيخ حسن، هذا التنظيم ظهر في السعودية كما نعلم، وشهدت السعودية في السنوات القليلة الماضية اعتقال عشرات الدعاة والعلماء ومنهم المشاهير والكبار. يعني هل للتنظيم المدخلي، للتيار المدخلي، دخل في هذه الاعتقالات؟ التيار المدخلي كان منذ بدايته مؤيدا لاعتقال كل من يعارضه في الأفكار، ولذلك كانوا ممن صفق لاعتقال الشيخ سلمان العوذ والشيخ صفر الطوالي في الاعتقال الأول عندما اعتقلوا أولا، صفقوا لذلك وهللوا له، ثم صفقوا وسوغوا للإعدامات التي حدثت، ثم سوغوا الاعتقالات التي تحدث الآن. ولذلك عندما نكتب مدافعين عن العلماء المعتقلين يخرجون لنا ويقولون لا، هم معتقلون بحق ودينوا بحق وما إلى ذلك من الأمور. التيار المدخلي في الجزيرة العربية الآن يمكن له في جميع المفاصل الدينية، وأصبح لهم صوت عال لأنهم الآن أصبحوا هم الوسيلة لضرب أي صوت إسلامي مصلح في تلك البلاد، مع صمتهم المطبق عن أي انحراف عقدي خارج الإسلام، يعني العلمانية، الشيوعية، اللادينية إلى آخره، هذه يصمتون عنها، وصمتهم المطبق عن أي مظاهر فسق أو فجور تحدث في البلاد. فلذلك لا يرون أي مظاهر من مظاهر الفسق والفجور، ولا ينكرونها ولا يتحدثون عنها بتاتا، إنما يتحدثون عن كل مصلح، فكل آمر بالمعروف وناهي عن المنكر فهو عدو لهم، وكل صامت فهو وليهم ما لم يظهر لهم أنه ليس على منهاجهم. العجيب أن هذه الطائفة الغريبة من شعاراتها الكبرى طاعة ولي الأمر، ولكنهم الآن في أفغانستان مثلا من ألد أعداء الإمارة الإسلامية. ومفترض أن الإمارة الإسلامية بعد أن تمكنت وحكمت أن يكونوا معها، هذا هو الأصل، لكنهم الآن من ألد أعدائها ويشنعون عليها. وعندما يعني تقرأ في مواقعهم الإخبارية تجد أنهم من أشد الناس نبزا وسبا وإظهارا لعيوب الإمارة الإسلامية في أفغانستان، مع أنهم أيام الاحتلال الأمريكي في أغلبهم كانوا صامتين وكانوا مع الاحتلال. وهذا حقيقة، هذه مفارقة غريبة في هذه الطائفة. وكذلك في العراق مع الاحتلال الأمريكي وضد أي مجاهد أو مصلح، وكذلك يقال في أي بلد من البلدان التي يتواجدون فيها. نعم. كيف شيخ حسن، كيف تعلقون على تشبيههم بالدواعش أيضا من حيث النظر إلى عامة الناس، يسمونهم عوام أو خوارج ويحلون قتلهم أيضا؟ أنا متيقن أن الدواعش والمداخلة وجهان للعملة الواحدة. الدواعش هم
مداخلة حملوا السلاح، والدواعش عندما والمداخلة عندما حملوا السلاح تصرفوا تماما مثل تصرف الدواعش. قد يكون الولاء مختلفا، قد تكون الشعارات مختلفة، لكن عمليا الدواعش ضد أي تنظيم إسلامي آخر، ضد أي تجربة إسلامية. هم ألد أعداء الحكومة الأفغانية الحالية، مع أنهم زمن الأمريكان يعني لم يكن لديهم بلاء في الجهاد، لكنهم بمجرد خروج الاحتلال إذا بهم من أشد، أصبحوا من ألد أعداء الحكومة الحالية. وكذلك الحال ضد أي حكومة أو ضد أي حركة إسلامية إصلاحية، وهذا بعينه حال الدواعش. فهم لا يرون من خلال نظرتهم إلا أنفسهم وإلا مشايخهم، مع أنهم من أشد الناس دندنة حول الحزبية وكذا، ويتهمون غيرهم بالحزبية، لكنهم من أكثر الناس حزبية. فلديهم قائمة من المشايخ في كل بلد لا يخرجون عنها، وكل من خالفهم حتى لو كان من أعبد خلق الله وأشدهم تمسكا بالسنة وأعظمهم بلاء في الإسلام، فهو عندهم متهم بالتهمة من التهم، حزبي، خارجي، مارق، كذا إلى آخر هذه الألقاب التي يستخدمونها ضد أعدائهم. نعم، الشيخ الحسن الكتاني رئيس رابطة علماء المغرب العربي، كنت معنا عبر سكايب من الرباط، أشكرك شكرا جزيلا. دكتور يوسف، يعني البعض يقول أن حفتر ما إن ينهي مشروعه ويحقق ما يهدف إليه، إن حقق ذلك سوف يتخلص من المداخل بين صفوفه، ما رأيك بهذا القول؟ قد لا أتفق مع هذا الرأي، لأن المداخل حقيقة هم سدنة الطواغيت. مداخل أو هكذا نوع من المدارس عموما هذه سدنة الجبابرة، يعني أنت لا تؤمن بمفاهيمهم، لا تلتزم بما يقولونه، أناس قدموا أنفسهم لخدمتك، لا ليس هناك يعني ضرورة أو سبب رئيسي لحفتر للتخلص منهم. يعني القذافي قام بتوظيف من القذافي الذي لا يؤمن بمدرسة أو بفكر عاد تلك الترهات التي قذف بها، وحارب كل تلك الأفكار المقابلة حتى إن لم تكن مناوئة، ولكنه في زمنه الأخير التجأ إلى هؤلاء هكذا مدرسة وحاول أن يقوم بتوظيفها. وكما جاء في تقريركم كان هناك السعدي يتولى التنسيق مع هذه المدرسة لإضفاء شرعية على النظام في مقابل حالة الاحتجاج ضد النظام. فهكذا مدرسة حقيقة الأنظمة لا تتخلى عنها، والجبابرة، وخاصة أنهم لا يلزمون الجبابرة بالتغيير، لا يلزمون الأنظمة لا بتغيير مقارباتهم، لا بتأسيس العدل، لا باحترام إرادة الأمة، بل هم يؤمنون مطلقا بطاعة ولي الأمر أيا كان ولي الأمر هذا، ربما حتى لو كان يحمل صليبا فلن يجد غضاضة حقيقة في طاعته، طالما أن الخروج عن في نظرهم ينتج فتنة. فهكذا مدرسة، هذه مدرسة الأنظمة الفاسدة، مدرسة الاستبداد، مدرسة الفراعنة. ربما الأنظمة قد تخشى من مدارس إسلامية أخرى حتى وإن تحالفت معها، إذا ما كانت هذه المدارس تحمل رؤية سياسية مغايرة، تحمل رؤية للعدل، تحمل قد يدفعها الزمن أو المعطيات إلى دخول في تحالفات أنية مع الجبابرة أو الطواغيت، ولكنها على المدى البعيد تدرك هذه الأنظمة أن هذه المدرسة تشكل خطورة عليها. لكن هكذا مدرسة لا تشكل خطورة مطلقا، والدليل أنها الآن هي حاضنة النظام في السعودية، والحكم السعودي يقوم بتوظيفهم سواء في داخل منظومته لإضفاء الشرعية على ذلك الحكم البائس، والحكم حقيقة لا 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 يعود بأمة من الإسلام إلى قرون خلت من الاستبداد، ويقوم بتوظيفهم كذلك لترويض الإسلام في المنطقة
بمعنى آخر بدل أن تكون هناك حركات أو آراء إسلامية تنطلق من قيم العدل وتنطلق من قيم المساواة وتنطلق من مقاصد الشريعة، أنت لديك مدرسة جاهزة بإمكانها أن تتسلل إلى دول العالم الإسلامي وتختطف عقول الشباب تحت اسم السلفية وتحت اسم الكتاب والسنة وتحت اسم مفهوم الاتباع وتخضع هذه الدول وهذه الشعوب. هذه خدمة عظيمة، ربما من أخطر ما واجهته أنظمة الاستبداد وخصوصا في الخليج هي الثورات. الخشية من انتقال الثورات إليها كان هاجسا مرعبا، وهذا الذي دفع بهم إلى اختلاق حالة العسكرة وإعادتها أو إعادة الحياة فيها من جديد في مصر وإجهاض 25 يناير، وهكذا تم تجنيد المدعو خليفة حفتر والدفع به لإجهاض الثورة في ليبيا بما تمثله ليبيا إذا ما نجحت فيها الثورة، بما تمثله ليبيا من إمكانيات لإنتاج دولة مزدهرة، دولة يسودها العدل وتسود فيها إرادة الأمة. ومن هنا كانت الحرب الشعواء، وكانت الثورة المضادة مدعومة ليس من دولة واحدة، من الإمارات إلى السعودية إلى الغرب كذلك، فرنسا تبنت هذا البيدق، وأمريكا في لحظة ما أعطته الضوء الأخضر. نحن نتحدث حقيقة عن مدرسة جندت نفسها لخدمة الطواغيت ولخدمة أعداء الأمة الذين ليسوا من يعني هدفهم بل قضيتهم في حقيقة الأمر إجهاض أي تحول ديمقراطي يعيد للأمة حقها ويعيد للأمة سيادتها. نعم، اسمح لي أن أرحب بضيفنا عبر الهاتف من زليتن الشيخ عصام الصاري، عضو مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء. شيخ عصام، السلام عليكم. أولا، كيف لماذا أحضر حفتر أو زرع القذافي تيار المداخلة في ليبيا بداية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنشكر لقناة التناصح فتح هذه الموضوعات التي تهم مجتمعنا وواقعنا الذي نعاني منه الويلات والويلات، ونشكر السادة المشاركين في هذه الحلقة على إثراء هذا الموضوع وتوعية الناس بما يعني يدهمهم وما يؤدي إلى سوء الواقع الذي نعيشه اليوم. طبعا سؤالك بالنسبة لحفتر وكيف أنه استعان بهذه الفئة وهذه الطائفة، لأن هذه الطائفة كما نعلم هي من مبادئها التي تدعو إليها أنها ترى أن كل ما يقوم به الحاكم أو ولي الأمر حسب ما يسمونه يقولون بأنه له أن يفعل كل ما يشاء، وإن أخذ مالك وجلد ظهرك. وهذه التفسيرات الخاطئة للنص الشرعي هي التي قوضت وترك لها المجال، هؤلاء الفئة ترك لهم المجال أن يعني يفسروا مثل هذه التفسيرات الخاطئة أو المقصودة، لأن في هذا دعم لهذه القوات الظالمة. حفتر وأتباعه يدعمون الظلم بهذه الفتاوى ويتهمون من هم على الحق بما هم موصوفون به. فصفة الخوارج، صفة الخوارج هذه ليست لمن قام ضد حفتر، من قام ضد حفتر هذا ينادي برفع الظلم وينادي برد عدوان حفتر كما وقع في طرابلس وفي غيرها وفي العدوان على بنغازي، فلم يجد حفتر من يدعمه سوى هذه الفئة الضالة التي يعني تؤيد هذا العدوان. ويعني صراحة إذا كان في واقع غير واقع نحن حتجدهم يصرحون، ولا سيما من هم بجواره، لكن إذا كانوا على يعني مسافة أو كانوا في مكان لا يناسب الكلام أو دعم حفتر مباشرة فإنهم يدعمونه يعني خفية ويدعمونه تقية يعني لنا، يريدون أن يدعموا هذا الباطل بشتى الطرق. المهم يعني أينما وجدت المداخل وجدتهم يصدون عن سبيل الله وعن الحق أينما وجدتهم. لأن الآن لا أتكلم عن السلفية،
أتكلم عن هذا التيار بخصوصه، تيار المداخلة، تيار يعني هم يعني هم خوارج العصر كما نسميهم دائما، لأنهم استحلوا الدماء وإن لم يجهروا بذلك وكفروا من سواهم، وكل من لم يكن في صفهم فهو ضدهم، يعني يحلون دمه ويستبيحون الكلام فيه وعرضه ويتكلمون عنه بشتى، يعني كأنهم يتكلمون عن الكافر والحربي وغير ذلك من يعني ممن يستحل دماؤهم وأعراضهم. نعم دكتور يوسف، كيف يمكن التصدي لهذا التيار فعليا؟ يعني التصدي فكريا هو ربما في على عاتق الأئمة والمشايخ في ليبيا وحتى وفي الدول العربية والإسلامية الأخرى، لكن أيضا تحتاج الفكرة إلى دعم، تحتاج القوات المسلحة سواء الجيش أو الفصائل إلى ربما توعية، ربما يعني إلى جهود كبيرة لمواجهة هذا التيار لكي لا يتوغل أيضا بينهم. نعم، الحاجة إلى التوعية ضرورية جدا، هي أحد مشاكلنا في حقيقة الأمر، أن الساحة تم تجريفها، الساحة تم تصحيرها، بمعنى آخر نحن لم تعد لدينا خلال 4 عقود دول أنظمة التي أخذت منحى يساري أو أخذت منحى علماني متشدد حاربت الإسلام مطلق الإسلام. فيعني مثلا دور الجامعة الإسلامية في البيضة اختفى نهائيا في زمن القذافي، الطاهر الزاوي رحمه الله اعتزل الناس وبقي في بيته، يعني الناس تم في حقيقة الأمر إخلاء هذه الساحة من أي منبر إسلامي، وهنا تكمن الخطورة. الخطورة في حقيقة الأمر أن هذه الأنظمة جعلت الساحة فريسة لهكذا أفكار ولهكذا مدارس. زد على ذلك المدارس الإسلامية التاريخية، عندما نتحدث عن الأزهر، نتحدث عن القرويين في فاس، نتحدث عن الزيتونة، هذه القمم الإسلامية للأسف تم تهميشها وفقدت قدرتها على المبادرة. لا يمكن لك لكي تحارب هكذا أفكار أو لكي تعيد الإسلام عقلانيته ومنهجيته التي تعرفنا عليها عبر التاريخ إلا بإحياء هذه المدارس. أين دور الأزهر؟ أين دور الزيتونة؟ أين دور القرويين؟ تلك القمم العظيمة التي أخرجت من هذه المدارس، هذه هي التي بإمكانها حقيقة أن تضع النقاط على الحروف. أما أن تترك الساحة لمدرسة جاءت من داخل مدرسة أخرى، هي في حقيقة الأمر مدرسة لا ترتكز على منهجية علمية سليمة. وأنا هنا أخذ حتى على ما يسمى بالمدرسة السلفية، لا أحد حقيقة يمتلك حق احتكار السلف الصالح في قراءته أو في منهجيته أو في استنباطه للنص. كل مدارس الإسلام نسبت لعلماء، نسبت لأشخاص، نسبت لقيادات، وتلك هي الحقيقة، هكذا هي مدارس. مدارس، مدرسة أنشأها الإمام مالك وتلاميذه، مدرسة في الفقه أبو حنيفة، القاضي أبو يوسف، مدرسة الإمام الشافعي، هذه مدارس، ومدارس تنسب إلى رجال، ومن هنا تتفاوت، وتتفاوت في بمنطق علمي، بمنطق منهجي، وكذلك في العقيدة. عندما تقول الأشعري أنت تتحدث عن شخص، تتحدث عن الماتريدية، انسبها إلى منطقة تنسب إلى عالم. أما شخص ما أو فئة ما تقوم باحتكار السلف الصالح واحتكار الصحابة وتدعي أنها هي المدرسة وما عداها ليس أكثر من مناهج كفرية أو مناهج مبتدعة أو ضلالات أو مقلدون، نحن بهكذا منهج مدرسة ننسف الإسلام تاريخا، ننسف ذلك التراث الإسلامي العظيم من فقه، من قوانين، من مناهج، من عقول إسلامية عظيمة تم التضحية بها وإسقاطها من المشهد. لا أحد يدرك من هو أبو الحسن الأشعري، ماذا تلك، يعني حتى أنا سأدخل حتى المعتزلة، كيف أنظر إلى ذلك الجبائي وكيف أنظر إلى ذلك الزمخشري في تفسيره؟ هذه قمم إسلامية عظيمة. اليوم
بهذا المنطق ندفع بها إلى صندوق إلى 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 في طي النسيان وندفع بها بعيدا عن التاريخ ثم نقول هذا هو الإسلام؟ لا، هذه 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 أزمة حقيقية. ألا أحد يجب أن 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 يصادر عقول الناس باسم السلفية؟ هذا أمر شديد الخطورة. وأنا هنا أريد نقطة أخرى، حكومة الوحدة الوطنية قد لا تفقه من هم المداخل الذين يديرون هيئة الأوقاف، لا تفقه لأن ليس لديها فقه أصلا. وهنا تأتي، لا بد من إرسال شريحة من العلماء ومن المفكرين لكي تشرح لهذه الحكومة ولهذه الجهات الرسمية من هم هؤلاء الناس، ما هي عقيدتهم. أنهم حقيقة ما ذكر الشيخ الكتاني بارك الله فيه هم الوجه الآخر لداعش. نعم نعم شيخ عصام، يعني هل هناك تخوف في طرابلس وفي ليبيا عموما من أن يكبر هذا التيار، خاصة وأنهم يتسلمون بعض المراكز في الدولة كهيئة الأوقاف؟ هل نحن بحاجة إلى نشر توعية للأجيال الجديدة عن هذا التيار، لأنهم ربما هم نشيطون في استقطاب الشباب وضم المزيد من الشباب إلى صفوفهم؟ نعم، بكل تأكيد نحن عندما نحذر ونوعي الناس، عامة الناس، بخطورة هذا الفكر الإرهابي وهذا الفكر الإقصائي، هذا نوعي طبعا، هذا سيؤدي إلى استفحال الأمر ما لم يكن هناك توعية واسعة جدا من قبل الدولة ومن قبل الخطباء الذين يعني لم تسيطر عليهم هذه الفئة. من توعية الناس وفي كل مكان، في كل ما لابد، ولابد على الدولة كما قال أستاذنا الدكتور يوسف من أن يكون لها دور في الاستماع إلى الرأي الوسطي، رأي مذهب مالك. هذا هو مذهبنا الذي عشنا عليه وهذا الذي ننادي به. والتيار المدخلي جاء ليهدم هذه الثوابت التي عشنا عليها منذ أكثر من 1000 عام. فبهذا الشك كما رأينا في يعني تغيير طباعة المصحف، هذه يعني كثير من الناس يراها أمرا يعني عاديا ليس فيه خطورة على أي شيء. نحن لسنا متعصبين، لكن هذه القراءة، قراءة قالون، وهذا الرسم الذي يعني رسم القرآن به وسارت به الركبان منذ مئات السنين، وهذه السجدات التي تم تعيينها من قبل إمام مالك في باجتهاد منه وبنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل يتم تغيير هكذا بشكل سهل جدا بدعوى أنهم يتبعون السنة وأن هذا هو الراجح؟ لا، هذا يا سيدي ليس بكلام صحيح. نحن دائما عندما نقول أي أمة استقر أمرها على رأي فقهي يجب أن يبقى هذا الرأي على ما هم عليه حتى لا يشوش عليهم أحد. كذلك في مذهب مالك اليوم يعني كثير من الناس لا يعرف كيف يرقع صلاته، كيف يؤدي يعني الواجبات عليه، فتجد هذا يفتيه بكذا وهذا يفتيه بكذا، فزعزعت هذه الثوابت، هذه ستزيد الأمر سوءا. ولذلك لابد من اتخاذ موقف من قبل حكومة الوحدة الوطنية نحو هذا الفكر، لأنهم في الغالب يعني لا يعون أو لا، ونحن هذا مطلب الشعب، عامة الناس لا يريدون ويرفضون هذا الفكر بالكلية والحمد لله. لكن على الحكومة أن تواكب رغبات المجتمع والشعب حول إقصاء هذه الفئة، أو أنها لابد أن يكون الذين يقودون هذا الحر الأوقاف ودار الإفتاء ونحو هذا أن يكون على مذهب وسطي، لا أن يكونوا متطرفين. نعم دكتور يوسف، ما رأيك بمن يقول أن التيار المدخلي صنع استخباراتية وأنهم الآن يقومون في ليبيا وفي غيرها بنشاط استخباراتي بحت؟ تلك
كحقيقة. يعني أنا هذه المدرسة الآن تتحرك، يعني حتى بغض النظر عن كلمة الاستخبارات، هذه المدرسة تتحرك في سياق سياسي ولها حاضنة حكومية حقيقية ولها حاضنة سياسية حقيقية متمثلة في دولة آل سعود. دولة آل سعود يجب إدراك أن دولة آل سعود تقوم على أيديولوجيا، دولة آل سعود تدعي أنها تحتكر الإسلام. وأنا لن أدخل هنا في التاريخ الحركة الوهابية ومدى تمثل، وأنها في حقيقتها هي حركة خروج، وخرجت كذلك على خليفة شرعي، وخرجت لأكثر آل سعود خرجوا عن الإمام الواقعي أو الحاكم المتغلب لثلاث مرات حاولوا تأسيس دولة، وكانت آخرها دولة آل سعود التي أسسها عبد العزيز، والمذابح التي ارتكبت تحت اسم التكفير، التاريخ لازال يعني حبره لازال أزرق، يكتب ما حدث في الطائف وما حدث في تلك المدن. نحن لسنا بهذا الصدد، ولكن ما يجب إدراكه أن المدرسة هذه لها حاضنة سياسية، وهذه حقيقة بعيدا حتى عن كلمة الاستخبارات أو فكرة الاستخبارات. ومن مصلحة هذا النظام أن مدرسته تعم في المنطقة وأن تسود لإضفاء الشرعية على هكذا نظام وعلى كل تلك الأنظمة في المنطقة التي لا تشكل بالنسبة له بديلا أو هاجس بديل. يجب إدراك أن أزمة الشرعية التي تعيشها أنظمة المنطقة أزمة متجذرة، وهي أزمة متعلقة بحقوق الأمة، أزمة متعلقة بتأسيس العدل، أزمة متعلقة بإعطاء الأمة حقها، بالتوسعة على الناس. هذه الأنظمة في حقيقة الأمر تعيش أزمة الشرعية، وما دامت تمتلك من الإسلام ما يضفي عليها شرعية، ما يؤسس من النص شرعية لفرعون، يعني كيف لهذه الأنظمة أن تتخلى عن هكذا مدرسة؟ وبالتالي هي مدرسة، حتى إن لم نقل أنها مدرسة صنعتها الاستخبارات وتلك حقيقة، فهي مدرسة تخضع لمنهج سياسي وتيار سياسي قائم وحاكم وظالم. نعم. شيخ عصام، يعني من الذي يدعم هذا التيار في ليبيا بإنشاء الأماكن التي يتخذونها قواعد لنشر أطروحاتهم، مساجد ومكتبات ودور أيضا، من أين يأتي هذا الدعم؟ طبعا الدعم هذا قد لا يكون بالنسبة لنا في الواقع ظاهريا، كما أنهم في الحقيقة هم يمارسون دور يعني معين. كثير من المداخل لا يعلمون ما هم فيه، يعني هم أتباع لا يعون بهذا الأمر، ولكن هناك أقطاب هي التي تحرك هذا التيار، يعني من عالٍ زي ما نقوله من أعلى، فتحركه إلى مقاصد ومرامٍ هم يريدونها، من أبرزها يعني زي ما قلنا فيما سبق زعزعة الأنظمة، يعني موالاة الحكام حتى على الظلم والكفر وكل شيء. فهذا هو سمح لكثير من السياسات أن تتبنى مثل هذا التيار، ولذلك يعني الدعم واضح لهذا التيار في بلادنا على الأقل بشكل كبير، فتجد الدور وتجد المدارس والمعاهد، وتجد يعني حتى أتباع هذا التيار، يعني تجدهم في توسعوا في نفقاتهم وفي بيوت وسيارات فارهة. كل هذا يوحي بأن هناك دعما يعني من خارج، وهذه المصيبة كما قلنا، هو وإن كان لم نقف على كون هذا التيار مدعوم باستخبارات دول معينة، لا داعي لأن يعني أتطرق إليها، لأن ما عنديش حقيقة معلومات دقيقة، فلذلك أنا متأكد أن هذا التيار يعني لابد أن يكون وراءه من يدعمه، سواء كان يعني القائمون على يعني هذه الدعوات التي نراها، والفكر هذا الذي يريد أن يقصي المذاهب الوسطية، سواء كان في العقيدة أو في الفقه أو في يعني التصوف والسلوك ونحو هذه الأمور. طبعا الله أعلم بدعم هذه التيار حقيقة، ولكن هم مدعومون بكل تأكيد، والله أعلم.
نعم دكتور يوسف، كيف رأيتم ردة الفعل الحكومية إزاء المظاهرات التي خرجت في الأسبوع الماضي أو الوقفة الاحتجاجية ضد هيئة الأوقاف مطالبة بعزل رئيسها لهذا السبب، لأنه مدخلي ولوقوفهم أيضا يعني دائما في وجه العلماء وتكفير المخالفين؟ حقيقة يعني أنا مأخذي على حكومة الوحدة الوطنية أنها يعني تفكر بعقلية انتخابية. أولا هي لا تفقه حقيقة، يعني الفريق الحاكم لا يفقه هذه القضايا، لا يفقه خطورة هذه المدارس، لا يفقه ماذا يعني أن تكون هيئة أوقاف تسلم لمدرسة دخيلة على المدارس التاريخية في ليبيا وتقوم بالاستيلاء على المساجد والاستيلاء على المنابر. هذا أمر شديد الخطورة، خطور يعني خطورته لا تقف فقط عند عملية المفهوم هذه الأطراف للنص، بل إخضاع مساجدنا لخطب في الغد ستأتينا من الخليج، ستأتينا من هناك من آل سعود. يعني هناك هذا أمر شديد الخطورة. من الواضح أن الحكومة بدءا لا تمتلك القدرة على إدراك هذه الأمور وهذه النصوص وهذه الاختلافات. زد على ذلك حكومة الوحدة الوطنية للأسف تقوم بسياسة استرضاء كل الأطراف، لها يد مع حفتر، لها تواصل مع جماعة سبتمبر، لها تواصل مع دار الإفتاء، لها تواصل مع المداخلة. هذا ليس عمل سياسي مسؤول. نحن لسنا بصدد انتخابات الآن، نحن بصدد وضع النقاط على الحروف أقله فيما يمكن. أنا أتفهم أن يقول لك خلنا نتواصل مع حفتر بحكم أنه حقيقة قائمة وتتواصل معه الأطراف الدولية، أتفهم ذلك، ولكن لا يمكن لي أن أتفهم أن تكون هناك جزء من حكومتك يقوم بالاستيلاء عليه قوى مضادة للثورة وقوى مضادة للإسلام التاريخي الموجود لدينا. هذا أمر لا يمكن قبوله ولا يمكن تبريره، وفي النهاية الحكومة ستدفع ثمنه. ما يجب أن تدركه الحكومة أن فبراير اليوم إن قبلت بها رفضاً لقوى الثورة المضادة لن تقبل بها غداً في أي عملية انتخابية عند وجود البديل. نعم. الدكتور يوسف البخبخي المحلل السياسي، أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا عبر استديوهاتنا من طرابلس، وأيضا الشكر للشيخ عصام الصاري عضو مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء، أيضا كنت معنا عبر الهاتف من زليتن، شكرا لك، والشكر للشيخ الحسن الكتاني كان معنا في القسم الأول من الحلقة، وشكرا لكم أيضا مشاهدين على هذه المتابعة الطيبة. إلى اللقاء.